بسم الله الرحمن الرحيم، نستكمل الشرح معكم في مادة دوية ثلاث بالنسبة للشابتر أنتي كانسر ايجنت. البارت الثالث اللي هو الأنتي بايوتكس، تكلمنا في البارت الأول عن الألكيليتنج ايجنت، تكلمنا في البارت الثاني عن الأنتي ميتابولايت، والفيديو هذا إن شاء الله راح يكون جدا قصير، راح نتكلم فيه عن الأنتي بايوتكس. بالنسبة للأنتي بايوتكس اللي بنستخدمها في علاج الأنتي كانسر، عندكم ثلاث أربع أنواع: الأنثراساكلين، الميتومايسين سي، البليومايسين، والأكتينومايسين دي. خلينا نبدا بالانثرا سايكلين. الانثرا سايكلينز بيحكي لك هي عباره عن انتي بايوتكس بتتميز انها عندها بلانر اوكسيدايز انثراسين نيوكليوس، بتكون فيوزد مع بعض والحلقات بتكون سايكلو هيكسان، تمام، مربوطه باو جلايكوسيديك بوند او جلايكوسيديك بوند بشكل عام بامينو شوجر. وفي عندكم الار اللي بتكون على الجهه اليمنى من على جهه نفس السايكل اللي بتكون مرتبطه مع الاو جلايكوسايد. الار بتميزه اما بكون دوكسوروبوسين او دونوروبوسين. ممكن يجي سؤال ضع دائره يعني هون مثلا شنو على البند الموجوده، او جلايكوسايد سي جلايكوسايد ان جلايكوسايد، او مثلا شو هم الادويه، المثال على مثالين على الادويه اللي هم الانثراسايكلينز، بتقول له دوكسوروبوسين او دونوروبوسين، مش انه هالاشكال. النقطه الثالثه انه ايزوليتد هو هذا الدواء من البكتيريا اللي هي ستريبتومايسس بيسايتس او بيسيوتس، بعرف شو لفظها. بالنسبة لأسماء البكتيريا حفظ الدكتور حكاها، أكيد ما راح نكتبها يعني، بس راح أجيب لك مثلا واحد من الأربعة أنتيبيوتكس ويحكي لك من وين مشتقة أو شو البكتيريا اللي مأخذ منها الدواء وإلى آخره. إذا تكلمنا إنه هو عبارة عن فيوز درينك سيستم من سايكلوهيكسان، عنده الآر سيستم، الآر جروب بتميز بالذكاء دوكسوروبوسين أو دونوروبوسين، ومربوط في أوغلايكوسايد في أمينو شوجر. شو الميكانيزم اللي بيشتغل فيها؟ عنده 3 ميكانيزمز أساسية، خلينا نحكيها بشكل عام قبل ما نقرأ. الميكانيزم الاول انه حكينا هو او ما حكينا، بدنا نحكي انه هو انتركليتنج ايجنت. شو يعني انتركليتنج ايجنت؟ يعني بروح على الاستراند تاعت الدي ان اي وبدخل فيها، بعمل لها انتركليتنج، بدخل داخل هاي الوحده من الاسترانز، بيعمل شغلتين. اول شيء انه بيمنع تكوين الدي ان اي عن طريق انه بدخل داخل هاي الاسترانز، يعني بنسميه انتركليتنج ايجنت. هاي الميكانيزم الاولى. الميكانيزم الثاني انها بيمنع الوظيفه او الفانكشن تاعت توبو ايزوميريز 2. الوظيفه الثالثه انه بيعمل لي فري راديكال، بينتج لي فري راديكال، وهلا راح نشوف كيف. فاذا عندكم بيحكي لك الدي ان اي هو عباره عن they are دي ان اي انتركليتنج ايجنت followed by inhibition of توبو ايزوميريز 2. اذا هو انتركليتنج ايجنت وبيعمل انهبيشن للتوبو ايزوميريز 2 resulting in ايش؟ ستراند بريكج ليد تو ابوبتوسز، اللي هو انفجار الخليه السرطانيه. This agent are primary toxic during the S phase of the cycle، اللي هي زي ما حكينا في الفيديو الماضي مرحله اللي هي انفصال المواد الجينيه عشان تجهز لمرحله الميتوسز اللي بتصير بالجي فيس. بالنسبه للدوكسوروبوسين هو بيحكي لك انه من اكثر الادويه بتكون important كانتي كانسر ايجنت. ليش؟ لانه بيشتغل على برود سبيكترم اكتيفيتي. الدوكسوروبوسين الار جروب بتكون فيه ميثانول جروب، الدونوروبوسين بتكون ميثايل جروب، لازم نميز بينهم. زي ما تكلمنا عندهم 3 ميكانيزم اوف اكشن، حكينا عن انتركليتنج ايجنت بتدخل داخل الاسترانز بتاعت الدي ان اي وبعمل لها بريكج، فبالتالي او الميكانيزم الثاني بيمنع التوبو ايزوميريز فانكشن. الشغله الثالثه انه بيعمل لي جنريت فري راديكال، بتاثر على تكوين الدي ان اي عن طريق انه بتفاعل مع الاو او الاكسجين الموجوده، بيعطيني الريديوس ميتابولايت بالاضافه للسوبر اوكسايد ايون اللي هم عباره عن فيري فيري اكتف فري راديكال. فبحكي لك they block RNA and DNA synthesis and cause strand cessation، اللي هي انفصال التو strands تاعت الدي ان اي. وهنا برجع بعيد الكلام، بحكي لك الدوكسوروبوسين اللي هو بتكون الار جروب فيه سي اتش 2 او اتش، هو اكثر استخداما لانه برود سبيكترم، يستخدم في حالات السوليد تيومرز از ويل از اكيوت لوكيميا الليمفوماز والتشايلد هولد تيومرز. بالنسبه للدونا روبوسين هو بيحكي لك انديكيتد بنستخدمه للاكيوت لوكيميا. فممكن هون يجي سؤال يعني ايضا يستخدم يعني شو الاشي المشترك بينهم؟ انهم الاثنين يستخدموا للاكيوت لوكيميا، ولكن الدوكسوروسي روبوسين بتميز بالبرود سبيكترم بتاعته بيستخدم لاشياء اكثر. بالنسبه للميتومايسين اللي هو النوع الثاني من الانتي بايوتيك انتي كانسر ايجنت، هو هون لازم نميز انه الميتومايسين احنا درسناه في الالكيليتنج ايجنت، فبالتالي هو الكيليتنج ايجنت مش انتركيليتنج ايجنت. الكيليتنج بتفرق عن انتركيليتنج، هو عباره عن الكيليتنج ايجنت. من وين ماخوذ؟ بحكي لك هو ناتشرال برودكت ايزوليتد فروم ستريبتومايسس فيرتيسيلاتس او فيرتيسيلاتس، برضه حفظ اسم البكتيريا،
as well as from other sources. عندك هو عبارة عن برو دراج اكتيفيتد ان ذا بودي تو فورم ان الكيليتنج ايجنت زي ما تكلمنا. شو الميكانيزم اوف اكشن؟ عفوا هو عبارة عن ميتومايسين سي انتي نيوبلاستيك انتيبيوتيك بيعمل الكلايز للدي ان اي اند ثيرابي كوزز ستراند بريكج بالاضافة لانهبيشن للدي ان اي سينثيسيس. يعني نفس فكرة الالكيليتنج ايجنت الادفيرس افكت مايلو سبريشن بيعمل لي المايلو سبريشن فبالتالي راح يؤدي لي لليكوسايتس والبليتلت راح تتأثر بالنسبة للمايلو سبريشن اللي هو سايد افكت للميتومايسن. بالنسبة للاكتينومايسن، الاكتينومايسن زي ما انتم شايفين هون، طبعا لازم هون اذكرني هذا، لازم نشير انه بالنسبة للانتراسايكلين كل المركب بدخل داخل الستراند وبيعمل لي انتركليتنج داخل الستراند تاعت الدي ان ايه. بالنسبة للاكتينومايسن هو عبارة عن 3 جروبس او 3 بارتس، اللي عندكم البارت اللي هو هذا والبارت هذا، عندكم البارت الثالث فقط، البارت الثالث اللي هو بلانر فينوكسازينون رينك سيستم، هذا البارت فقط اللي بدخل داخل الدي ان ايه تاعت او الستراند تاعت الدي ان ايه عشان يعمل دي ان ايه ستراند بريكج. فزي ما انتم شايفين لانه جدا حجمه كبير فما بقدر ما بقدر كامل يدخل، فقط هذا الجزء هو اللي بيدخل. طبعا ممكن يجي سؤال كالتالي، انه مثلا يجيب لك بيحكي لك البلانر فينوكسازينون او بلانر فينوكسازينون رينك سيستم وين موجوده، لازم تحكي له مثلا بيعطيك اربع خيارات وتحكي له اكتينومايسين، يعني بيجي السؤال اي منهم يحتوي عليها، انه بيجيب لك هاي بيسالك وين هاي موجوده. وعلى العكس من جهه اخرى بيجيب لك مثلا اللي هي البلانر اوكسيدايز انثراسين نيوكليس فيوزد تو ان سايكلوهكسان رينج، بيحكي لك ايضا وين موجوده، لازم تكون عارف انها بالانثراسايكلين انتيبايوتيك. فخلينا نستكمل عن الاكتينومايسين. الاكتينومايسين من وين جابوه؟ هو عباره اصلا عن بيبتايد انتيبايوتكس، جابوه من بكتيريا موجوده في السول في التربه اللي هي الجينس ستريبتوماسيس اوف ويتش ذا موست سيجنيفيكانت از اكتينومايسين دي، اكثر واحد فعال منهم كان الاكتينومايسين دي. الاكتينومايسين دي هو بيعتبر مش الكيليتنج، يعتبر انتركيليتنج دي ان اي، بيدخل داخل الدي ان اي ستراند فبالتالي شو بيعمل لي؟ بريفنت دي ان اي ترانسكريبشن اند ماسنجر ار ان اي سينثيسيس، اكيد راح يمنع انتاج الام ار ان اي. كيف بنعطيه؟ بنعطي لي انترافينسلي عشان يعالج لنا جيستيشنال تيومرز بالاضافه للبيدياتريك تيومر. بالنسبه للانتي بايوتيك الاخير والرابع اللي هو البليومايسين، البليومايسين هو بيحكي لك اول واحد اكتشفه كان بعام 66، هو عباره عن بليومايسين ميكستشر بيكون من A1 او A2 عفوا وبي 2 ايزوليتد فروم نفس الشيء من الستريبتومايسس فيرتيسيلاس اللي هي كانت نفسها اللي هي تاعت الميتومايسين سي، نفس الشيء بتشوفه مايسن مايسن. بيحكي لك هو بنقدر نعطيها اي في او اي ام، بنستخدمها لعلاج السكن كانسر بالاضافه للتستيكيولار كارسينوما اللي هي اللي بتكون في التستس. هو عباره عن ستراكشر جدا جدا ضخم زي ما انتم شايفين، وبرضه ما كله راح يدخل داخل الكانسر سيل، ما راح مش كله داخل الدي ان اي عفوا، مش كله راح يكون داخل الدي ان اي، راح يكون الجزء اللي بيصير له انتركليتنج داخل الدي ان اي ستراند هو البلانر باي ثايوزول رينج سيستم اللي هو هذا الجزء اللي انتم شايفينه هون فقط. ممكن يجيب هذا الستركشر ويحط لي دائره على الجزء بيصير له انتركليتنج داخل الدي ان اي ستراند بالاضافه لمجموعه اسئله عليه. زي ما تكلمنا هو ميكتشر من الاي 2 والبي 2 اللي هو حسب اختلاف الار اللي بتكون موجوده هون. ايضا ضروري نحكي ملاحظه انه انتم زي ما انتم شايفين عندنا مثلا عندنا البرايمري امين، عندك البايراميدين، عندك الدايسكرايد، عندك الايمادازول، كلياتها جروبس بتحتوي على ان اتش 2، بتحتوي على ان، بتحتوي على very rich electron functional group، فبالتالي هي راح تعمل لي كليت with intracellular Fe plus 2 الحديد، راح تعمل كليتنج مع الحديد الموجود داخل الكانسر سيل، فبالتالي راح تقلل مخزون الحديد داخل الكانسر سيل وهذا ايضا راح ياثر عليها. بالنسبه للبليومايسين زي ما تكلمنا شو الميكانيزم اوف اكشن تاعه؟ الميكانيزم اوف اكشن يا جماعه الخير هو نفس الميكانيزم اوف اكشن لاول انتيبيوتيك اللي هو انثراسايكلين، ولكن بيفقد موضوع التوبو ايزومريز، هو عباره عن انتركليتنج حكينا اوكي، وايضا بينتج لي موضوع جينيريت راديكال زي ما انتم شايفين هون بحكي لك، بعطينا برضه موضوع السوبر اكسايد والهيدروكسيل راديكال، فبالتالي هو عباره عن جريتست افكت بعطيني كنيو بلاستيك سيل. بيشتغل على جي 2 فيس للسيل ريبليكيشن سايكل،
البليومايسين انتركل الدي ان ايه acting through binding to DNA which result in single and double strand break following free radical formation and inhibition of DNA synthesis. فبحكي لك أيضا ال DNA fragments ناتجة عن شو is due to oxidation of the DNA bleomycin اللي هو الحديد complex بسبب وجود الكثير من ال functional group اللي بتكون very rich electrons. فبالتالي بعطيني كثير فري راديكال وهذا الاشي بيأثر على الستراند تاعت الدي ان اي وبعمل لها بريكج. شو الاشياء اللي بنعطيه شو الحالات اللي بنعطيها بالبليومايسين اللي هي الكلينيكال انديكيشن؟ بنعطيه للكارسينوما اللي بتصير بالسيرفكس الهيد النك اللارينكس البينس السكن التستس الهوتشكنز والنان هوتشكنز ليمفوما. الادفيرس افكت زي ما تعلمنا اللي هو المايلو سبريشن بالاضافه للنيومونايتس والبيلمونري فايبروسيس. هذا كان بشكل سريع عن موضوع الانتيبايتكس وما في هذا التعقيد. اظن الموضوع جدا واضح. هيك شرح الدكتور بالسرعه هاي وما في تفصيلات اكثر من هيك. ان شاء الله بالفيديوهات القادمه بنكمل معكم بالنسبه لموضوع البارت 4 اللي هو الالكلويد والبلانت. الله يعطيكم العافيه ونتمنى استفدتوا.